يا بنت الناس يا بنت العالم، انت همينه، انت لا فكسب التليفون، انت هماتين جويسب، ها يا ولد الناس يا ولد العالم يا حبايبي يا امي يا قلبي يا عمري، من تدخلين بعلاقه وتتعلقين بالشخص ويدخلك من باب الحب والاهتمام ويغرقك حب، وين نمت وين قعدت وبش الساعه اكلت وشكلت وكم مره شربت ماي، وورا فتره يصير تغيير، وورا فتره يصير لطب وبكي، وورا فتره امه تتمرض، راح يسوون عمليه، راح مدري شنو مطلوبين، ها عرف الموضوع موضوع ماده، من يلطم قدامك ماده، من يطلب قدامك امي مريضه ومحتاجه عمليه ماده، من يقول لك وضعي تعبان ماده، من يقول لك انا مطلوب ماده، من يشكي لك الرجال والزلمه الحوك اخو خيته ما يشكي قدام المره ولا يطلع ضعفه قدام المره ولا يبين هو مهزوم قدام المره، لا مهما تكون هاي المره الزلمه اخو خيته الحوك ما يبين ضعفه وقلة حيلته وقلة مادته قدام أي مرة بالدنيا، يدق القاع ويطلع فلوس وما يحتاج المرة، هذا توخرين شعرك الزينينة وتحطينه هنا على الهامة، على الهامة تحطينه، حفظيها الزلمة أخو خيته ما يبين للمرة إنه هو محتاج، هي تحس بيه أوكي، هي تبادر اوكي، هي تبادر 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 وهو يرفض، هذا هذا يمكن ما اعرف يمكن احطه وصلي عليه اوكي، ليش؟ لان رجال، رجال شنو رجال يخابر لمره يقولها انا امي بالمستشفى ومحتاجه لفلوس عمليه وتطلع كذاب، شنو رجال يقول للمره احنا مديونين، هي شعليها، هي شعلي، هي صاحبتك، هي لا هي مرتك ولا هي تقول مثل ما يقولون مرتك وحلالك وواقفة وياك ووضعها زين، لا هي هلها زناقين، لا هي تشتغل موظفة، وحتى لا تشتغل موظفة انت ما لك حق تطلب منعتها بلسانك، هيبتك تضيع واحترامك يضيع وشخصيتك تضيع، وبعد ما صل لك قيمة يمها، تريد تاخذها مني اخذها، ما تريد تاخذها مني ارقع راسك ب16 حايط، I don't care،